إذن والوقوف حول هذا الموضوع وللتعرف على تفاصيل أكثر للوضع الميداني حاليا في عزلة التعزية التابعة لمديرية أو عزلة الحيمة التابعة لمديرية التعزية، انضم معنا مراسلنا من تعز أيمن قائد. نرحب بك أيمن معنا في أخبار المنتصف. إذن ضعنا في آخر التطورات العسكرية قبل أن نتحدث ربما عن الوضع العسكري جراء هذا الحصار لهذه عزلة الحيمة. ما طبيعة الوضع العسكري خصوصا وأن الميليشيا تدفع بآليات وربما تعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا أيمن ليحدثنا عن طبيعة الوضع حتى اللحظة في عزلة الحيمة التابعة لمديرية التعزية. هل عاد معنا أيمن؟ نعم. طيب ننتقل الآن، ربما ينضم معنا الآن السيد الترجمي الآن وهو ناشط سياسي أو ناشط ميداني في تعزي أيضا يحدثنا عن آخر التطورات في الحيمة. مساء الخير سيدي. السلام عليكم. في البداية التطورات في منطقة الحيمة، نحب أن نوضح قضية الحيمة بأن ما يحدث في الحيمة ليس له شأن بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني، وإنما هي مبررات وهي اتخذها الحوثيون لاقتحام منطقة الحيمة واستباحتها. إنما يحدث في منطقة الحيمة هو ردة فعل من الأهالي نتيجة الترويع والقصف العشوائي الذي مارسته الميليشيات الحوثية بحق المدنيين والأبرياء في منطقة الحيمة بدون أي مبرر قانوني. ما يحدث منذ الأمس هو قصف مكثف استهدف الأبرياء والمدنيين والنساء والأطفال في المنطقة دون مراعاة لحرمة حق العيش ولحرمة حرية المواطنة لدى الناس. هي محاولة لاستباحة وترشيع وإخضاع الناس في منطقة الحيمة. نعم. هذه المنطقة السلمية المسالمة الآمنة التي لم تشهد معارك ولا صراعات منذ بداية وانتهاكات وتدخلات في كل مرة. نعم. يعني كما تحدث سيد حمزة الترجمي، نعم كما تحدثت يعني حضرتك ناشط الإعلامي من أبناء الحيمة، حاليا نريد أن نتعرف يعني عن طبيعة الوضع حاليا. هل هناك يعني دفع بتعزيزات عسكرية من قبل الميليشيا أكثر إلى هذه المنطقة؟ ما طبيعة الوضع يعني كما تشاهد وأيضا كما تتوفر لديك من معلومات؟ منذ يوم أمس والميليشيات تدفع بتعزيزها إلى منطقة الحيمة، وكانت التعزيزات إلى منطقة الجند وهي منطقة محاذية للحيمة بغرض استهدافها. الميليشيات أيضا عززت منطقة الحيمة يوم أمس بأكثر من 60 طقم على متنهم الأسلحة الثقيلة والرشاشة والمدفعية. نعم. الميليشيات أيضا نصبت مدفعية ثقيلة أعالي على قمم جبال منطقة الحيمة بغرض استهداف المدنيين، ومنها واتخذتها كنقطة لاستهداف المنازل واستهداف النفس في المنطقة. من ضمن التعزيزات ايضا ان الميليشيا عززت جبل الخزان او جبل اسقد منطقه الخزان في جبل اسود بمدفعيه ثقيله لاستهداف المنطقه منذ يوم امس. نعم. يعني كما تحدث سيد حمزة هناك تعزيزات إلى منطقة الجند القريبة من الحيمة، هناك أيضا نصب لمدفعية على قمم ربما الجبلية حول منطقة الحيمة، هناك أيضا تعزيزات لأطقم ومدفعية من قبل الميليشيا 62 طقم حتى اللحظة كما حدثنا سيد حمزة. طيب هل هناك جهود للتهدئة ربما؟ هل تنشط هناك جهود قبلية أو حتى من أي جهات أخرى لتهدئة الوضع، أو الآن يعني الوضع ما زال يعني متوتر وما زالت الميليشيا تحشد؟ المشكلة أن الميليشيا لا زالت تحشد حتى اللحظة، ولا زالت تقوم بعمليات مداهمة واستهداف للمنطقة أستاذتي العزيزة. هناك حملات اعتقالات طالت نساء وطالت أطفال وعجزة، كما هناك ضحايا من النساء والأبرياء. كل وجاهات المنطقة قامت الميليشيا باحتجازهم وحبسهم في مدينة الصالح التي تعتق للحوثيين. فمن اين ستاتي الوساطات طالما ان وجهاء المنطقه صاروا محتجزين ورهائن لدى الحوثي؟ الحوثي قام باختطاف المدرسين ووجهاء المنطقه من مشايخ واعيان ومدراء مدارس. نعم. وقام باحتجازهم كرهائن لديه. فمن اين ستاتي الوساطات والوجهات طالما ان وجهات المنطقه محتجزين ورهائن لدى الحوثي بدون اي مبرر وبدون اي مسوغ قانوني لهم؟ نعم. يعني حتى الوجهات المتواجده ربما يعني لكي تقوم بعمل وساطه قامت الميليشيا باحتجازهم وهم رهائن الان لدى الميليشيا كما تحدث. هناك حمله مداهمات واعتقالات طالت حتى النساء
الأطفال سيد حمزة حتى اللحظة؟ طيب هل جراء هذا الحصار وأيضا هذا القصف واستهداف المدنيين هل تم تسجيل حالات يعني وفاة بالنسبة للمدنيين المتواجدين في هذه المنطقة؟ نعم، هناك حالات ضحايا من النساء والأطفال ومدنيين من الأبرياء العزل الذين لا حول لهم ولا قوة من هذه الانتهاكات القديمة التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق منطقة وأبناء بحق منطقة وأبناء منطقة الحيمة. أيضا أستاذتي العزيزة، منذ يوم أمس والميليشيات تكثف قصفها بحق الأحياء السكنية والمناطق والبيوت والقرى. كذلك أيضا أنها منعت النساء صباح اليوم من قلب المياه ومنعت الناس من الخروج من مناطقهم أو من بيوتهم لقلب الغذاء أو قلب الماء للمنازل. فالضحايا وجدت، هناك ضحايا، هناك وفيات من النساء وأطفال أيضا، وهناك ضحايا أيضا جرحى من الأطفال وتهدمت وتضرر للمنازل في منطقة الحيمة، وهذه انتهاكات قديمة بحق المدنيين والأبرياء في المنطقة. نعم، يعني الآن المدنيين لو أختم معك سيد حمزة لا يستطيعون ربما التنقل الآن في أرجاء هذه المنطقة وهناك حصار، هذا هو الآن الوضع الإنساني والميداني داخل الحيمة. يمكن تقييم الوضع في الخيصر بجملة أنه هناك حصار مطبق من الناحية الإنسانية بانتهاكات جسيمة مورست بحق النساء والأطفال والشيوخ في منطقة الحيمة. منعوا الناس من الخروج من منازلهم، قاموا بترميع الناس وقصف المنازل. نعم. حملة اختطافات طالت حتى الأطفال، وهذا يعتبر جريمة قانونية بحق الإنسانية. نعم. احتجاز أطفال كرهائن لدى ميليشيات الحوثية. أيضا النساء التي حاولت صباح اليوم الخروج من منازلهم لقلب الماء، ومعروف عن منطقة الحيمة أنها مناطق قروية تقلب النساء الماء بالحمير، قاموا بترويعهم وإبداعهم وفرض الحصار المطبق على المنطقة ومنع النساء. نعم. واعتبار كل من يخرج من منزله هدف. أنا أشكرك على كل هذه المعلومات الناشط الإعلامي من أبناء الحيمة في تعز السيد حمزة الترجمي، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا.